هذا الكتاب الكريم 114 سورة، وال114 سورة دي هذه الصور يا أخوانا من عند الله وبأمر الله. وكان جبريل إذا نزل بالآية يدل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بين هذه وتلك، فيضعه النبي صلى الله عليه وسلم في مكانها. هذا القرآن المعجز الذي وصل إلينا بهذه الكيفية العجيبة الغريبة التي لم يصل بها أي نص في العالم، حتى حديث سيدنا رسول الله، حديث سيدنا رسول الله عملنا له 20 علم علشان نضبطه، وبرضه جت فيه ما يسمى بالرواية بالمعنى، يعني الصحابي أو الراوي يروي ما فهمه، أما الكتاب ده لم يروى بالمعنى بل روي بنصه وفصه، روي بلفظه وحركاته وسكناته، روي كما هو وكما أنزل. الحقيقة البسيطة دي اللي المسلمون يعيشون فيها كثير جدا من الأجانب ما يعرفوهاش، إن هذا الكتاب وصل بهذه الكيفية لأنهم لم يروا مثل هذا في أي نص لا بشري ولا إلهي، أن يصل هكذا ويكون أصلا ويكون ثابتا. فساعات يقولون في المؤتمرات طب ما تغيروا بعض كده القرآن، ونغيروا إزاي كده، احذفوه اختصروه اعملوا مختصر القرآن الكريم. ففكروني برواية حصلت عندنا في الأزهر، أدام أزهر يبقى علم، وأدام علم يبقى كتب، وأدام كتب قم تروح منطقة الأزهر تلاقيها كلها مكتبات، لأن المسلمون لأن المسلمين عبر التاريخ كانوا أهل علم وكتب، يحبوا كتب موت، ففي مكتبات في كل حتة، دام في إسلام في مكتبات وفي كتب. فيجي ويقول طيب الراجل، احنا عندنا واحد اختصر صحيح مسلم، اختصر صحيح مسلم وسماه مختصر صحيح مسلم للمنذري، اختصر صحيح مسلم، راجل عالم اسمه المنذري اختصر صحيح مسلم وسمى الكتاب ايه؟ مختصر مسلم. فجه راجل لصاحب المكتبة ريفي ويظهر حد ضحك عليه وقال له ما عندكش مختصر القرآن الكريم؟ يظهر قالوا له انت مش حافظ، مش قادر تحفظ القرآن كله، ده في ليه مختصر دلوقتي. فالراجل على نياته جه وبيسأل صاحب المكتبة ما عندكش مختصر القرآن الكريم؟ فالراجل بتاع المكتبة زعل في نفسه ومش عارف يعمل ايه، فقعده قال له طب اقعد وعلشان يفكر اعمل معاه ايه، اعلمه ازاي، اقول له ايه، ازعل ولا اخده بالسياسة ولا اعمل فيه ايه. في بعض الناس كده تيجي كده. فراجل داخل قال له ما عندكش مختصر مسلم؟ قال له خد اخونا ده، خد اخونا ده، يبقى اذن اخونا ده ما هو مختصر مسلم صحيح، مش مختصر صحيح مسلم، مختصر مسلم، يعني ما هوش عارف حقيقة من الحقائق. فكروني هم بيقولونا في المؤتمرات في الخارج يا اخوانا ما تختصروا القرآن، يا اخوانا ما ينفعش، ده كتاب جاء من عند الله وحفظه الله، مش احنا اللي حفظناه، ده ربنا هو اللي حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفعلا هو ملوش منافس، مفيش نسخة ونسخة تانية ونسخة رابعة ونسخة عشرة